شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان المباركتان تحتويان على مجموعة من التشريعات، ولكن قبل أن نشير إلى هذه التشريعات نفضل أن نتوقف قليلا عند ملاحظة أدبية في مفتتح هذه الآية، وهذه الملاحظة في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا. الإخوة الذين درسوا العربية يعلمون أن الطبيعة الأولية
للفعل المضارع هي الرفع. القاعدة الأولية في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا، ولكن إذا جاء هنالك عامل خارجي في هذه الحالة الفعل المضارع يكون مرفوعا، يكون منصوبا أو مجزوما. الشيء الذي يلفتنا في هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا. القاعدة الأولية أن يكون يغضون، مثل نقول يعملون. قل للمؤمنين يغضون. فلماذا حذفت النون من هذه الآية المباركة؟ ما هو العامل في ذلك؟ هنالك احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون هنا لام محذوفة، لام الأمر. لام الأمر تجزم الفعل المضارع. فالآية الكريمة هكذا: قل للمؤمنين ليغضوا، مثل نقول ليفعلوا. ليش كلمة ليفعلوا ما فيها نون؟ لوجود لام الأمر، اللام التي تدل على الأمر. هذا احتمال أول. وهنالك احتمال ثاني يبدو ألطف من هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال أن تكون هذه الكلمة يغض مجزومة لوجود جملة شرطية مقدرة: قل للمؤمنين فإن تقل لهم يغضوا. قل للمؤمنين فإن تقل لهم. إن فعل الشرط، تقل لهم إن أداة الشرط، تقل لهم فعل الشرط، يغض جزاء الشرط. وجزاء الشرط كما هو واضح يكون مجزوما. قل للمؤمنين فإن تقل لهم يغضوا من أبصارهم. هذا الاحتمال الثاني يبدو ألطف وأقرب من الاحتمال الأول، وهذا نجده أيضا في مواقع أخرى من القرآن الكريم. الله تعالى يقول: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ليش ما قال يقيمون الصلاة؟ هنا أيضا يجي نفس الكلام، أن هنالك أداة شرط وفعل شرط محذوفان. قل لعبادي الذين آمنوا فإن تقل لهم يقيموا الصلاة، هذه الأداة وهذا الفعل محذوفان،
وهذا الجزاء مجزوم بتلك الأداة المحذوفة. ماذا نستفيد من ذلك؟ الشيء الذي نستفيد من ذلك أن الكلام مؤثر، القول مؤثر. قل لعبادي الذين آمنوا، تكلم، قل، فإن تقل لهم، إذا تتكلم معهم يقيموا الصلاة. قل للمؤمنين، إن تقل لهم، إن يعني إذا واحد ما يتكلم لا أثر، إذا ما تكلمت مع الناس، إذا ما تكلمت مع الذين ينبغي أن تتكلم معهم ما يؤثر. كيف يؤثر؟ الناس إذا وجهوا يتوجهون، إذا تكلمت معهم تؤثر فيهم، أما إذا ما تكلمت معهم، إذا ما قلت لهم، إذا الكبار ما تكلموا مع الصغار، إذا الأب ما تكلم مع أبنائه، الأبناء يسيرون طبقا للتيار الموجود. ولكن إذا تكلمت معهم يتأثرون. قل للمؤمنين، إذا قلت لهم، إن قلت لهم يغضوا من أبصارهم. فإذا الأب الأم لا يجب أن يتوقعوا من الأبناء أن يكونوا طيبين، هذا التوقع في غير محله. الابن يكون طيب، الابن يكون متقي، الابن يكون مواظب، هذا توقع في غير محله، لأن هذا الابن وهذه البنت الذين يعيشون في هذه الأجواء الموبوءة، نفسي وشيطاني ودنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. هذا الطفل، هذه الطفلة، هذا الولد، هذه البنت، النفس تضغط عليهم من جانب، الأهواء تضغط عليهم من جانب، الأجواء المحيطة تضغط عليهم من جانب آخر، كيف ينجون في هذا الجو الموبوء؟ أنا أتوقع أنه يكونون متدينين، هذا غلط. أنا أتوقع أن يكونوا صالحين. كثير من الآباء عندهم حسن ظن بأبنائهم، حسن الظن جيد، ولكن الأب والأم يجب أن تكون لهما دور الرقابة على هؤلاء الأولاد. هذا الابن وين يروح؟ ماذا يطالع؟ شنو يعمل؟ عندما يتأخر في الليل إلى ساعة 12 هذا وين كان؟ مع أصدقاء. من هم هؤلاء الأصدقاء؟ الأب والأم إنما وضعا لتنشئة الأطفال، لتربية الأطفال، للرقابة على الأطفال. إذا راقبوا وتكلموا ونصحوا يؤثر، إذا تركوهم بلا نصيحة، بلا كلام، بلا موعظة ما يؤثر، وهذا شيء واضح. فإذن في الواقع الأب الأم ينبغي أن يكون هذا جزء برنامجهم، القول والتكلم والحديث. أكو مع الأسف كثير من الآباء، يمكن أن نقول أكثر الآباء هالشكل، ما يتحدثون ويا أبنائهم،
أكو حاجز نفسي بينهم وبين أبنائه؟ لا. الأب يجب أن يحاول أن يرفع هذا الحاجز، الأم يجب أن تحاول أن ترفع هذا الحاجز. يتكلمون، ينصحون، يوجهون. هاي الكلمة حتى الآن إذا ما تأثر، في يوم من الأيام تؤثر. بشر، من اللي غيره؟ كلمة من الإمام الكاظم صلوات الله عليه، قال له: لو كان عبدا لأطاع مولاه. هي هاي الكلمة غيرت حياته. فضيل، من اللي غيره؟ كلمة غيرت، عندما كان يسلق الجدار سمع قارئا يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. تغير. مالك ابن دينار شنو اللي غيره؟ كلمة من طفلته في عالم الرؤيا، كلمة من بنته الميتة في عالم الرؤيا قلب حياته. وهكذا شعوانة، من اللي غيرها؟ آية من القرآن غيرتها. إذن الكلام مؤثر. واحد يقول: لا، هذا ما يفيد الكلام، كلمت وياه 10 مرات، مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات، واحد يتكلم ويؤثر الكلام. راجعوا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للفقهاء. الفقهاء يقولون إذا الكلمة مو مؤثرة ولكن تراكم الكلمات مؤثر، يعني أنا أتكلم وياه الآن ما يأثر، مرة ثانية ما يأثر، مرة ثالثة ما يأثر، إذا تكلمت معه 100 مرة بالنتيجة هاي التأثيرات تتراكم تتراكم تتراكم. هذا خو مو جدار، هذا مو حجر. حتى إذا كان حجر، الحجر يأثر فيه. الماء اللطيف إذا سقط على حجر، إذا سقط على صخرة صماء مرة ومرتين وثلاث مرات، بالنتيجة يأثر فيه. هذا قلب الابن مو أقسى من الحجر، وكلمتك مو أقل تأثيراً من هذه القطرة من الماء، بالنتيجة يأثر. فإذا الإنسان يحتمل أن تراكم الكلمات مؤثر، يجب عليه ذلك. قل للمؤمنين، بعد هذه الملاحظة اللفظية ننتقل إلى بعض التشريعات في هاتين الآيتين. التشريع الأول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الغض غير الغمض. الإنسان عندما يمشي في السوق لازم عليه يغمض عينه؟ لا، مو لازم. ولكن عندما يشاهد منظر يغض من بصره. يغض يعني شنو؟ يعني يقلل، يعني يخفض، يعني لا يمد عينه ويحدق في ذاك المنظر. يغض الإنسان إذا غمض نظره، الله سبحانه وتعالى لم يأمره بذلك رحمة بعباده. إذا لازم واحد يغمض عينه يقع في العسر، يقع في الحرج، يمكن يتعثر في الطريق. لا، الله يقول الغمض مو لازم، الغض يعني واحد يقلل
يخفض من نظره، هذا هو اللازم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا التشريع الأول. التشريع الثاني ويحفظوا فروجهم. يبدو أن هنالك علاقة بين التشريع الأول والتشريع الثاني، علاقة بين الغض وبين الحفظ. ما هي هذه العلاقة؟ العلاقة أن النظر هو النافذة الأولى، السهم الأول للشيطان شنو هو؟ النظر. إذا واحد أغلق هذه النافذة ارتاح وانتهى كل شيء. إذا واحد من البداية قال للشيطان لا، الشيطان يروح على واحد آخر. أما إذا واحد، إحنا كثيرا ما نحاول نسوي هذا الشيء، فتح النافذة يقول أسوي شيء وسط، شيء وسط مو ممكن. الشيء الوسط غير ممكن عادة غالبا. الشيطان لا يقنع بالحلول الوسطى. الشيطان إذا واحد شوية مشى في طريقه لازم يمشي إلى النهاية. فإذا واحد من البداية نظر الموظف في غرفة واحدة مع الموظفة، والموظفة في غرفة واحدة مع الموظف، خب نظر شنو إشكاله؟ كلمة شنو إشكالها؟ الشيطان إذا واحد دخل في هذا الوادي لا يقنع منه إلا أن يقوده إلى النهاية. لذلك أفضل شيء أن واحد يغلق هذا الباب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا التشريع الأول، وهذا التشريع الثاني، وهذه هي العلاقة بين التشريع الأول والتشريع الثاني. ذلك أزكى لهم، هذا أطهر. الإنسان إذا يريد الطهارة، طهارة القلب، طهارة البدن، طهارة الحركة، لازم يتقيد بهذا التعليم. الله تعالى في آية أخرى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني المرأة حتى إذا تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، الرجل حتى إذا يكون صحابي من صحابة رسول الله، حتى ذلك إذا دخل في هذا الوادي أكو عليه خطر التلوث. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا في الواقع واحد يقول أنا مطمئن من نفسي، أنا ما أخاف، أنا ما أخشى، هذا المنطق مو صحيح. الحاج أغا حسين القمي رحمة الله عليه، هذا العالم الكبير المرجع، يمكن بعض الكبار منكم شايفي، هذا رجل كان في القدس والتقوى والورع والاحتياط
بلغ حدا عجيبا، حقيقة عجيب. وكان شايب عندما سئل هذا السؤال، يمكن عمره كان ذاك الوقت 80 سنة أكثر أقل. قيل لهذا العالم، هذا الدرس إلنا، إذا وضعوك في غرفة مع امرأة أجنبية وماكو رقيب وماكو حسيب وماكو خوف، يعني ما تخاف من واحد أنه رقابة، واحد يشوفك، واحد يطلع، ماكو خوف، فماذا تفعل؟ فقال هذا العالم، وحقيقة هذه الكلمة يجب أن تكون في أذهاننا، واحد يقول أنا مطمئن، أنا ما أخاف، أنا متدين. الشيطان ما ترك حتى أبانا آدم في الجنة. ترك أبونا آدم؟ لا، وسوس إلى وسوس ووسوس حتى جعله يأكل من الشجرة. موسى كان يروح إلى الطور، الشيطان إجا فقيل له ما ترجو من موسى في هذه الحالة؟ قال أرجو منه ما رجوت من أبيه وهو في الجنة. يعني حتى في الأنبياء يطمع، ولو يحاول أن يترك الأولى ولو بهذا المقدار ما يرفع عيد، فيتركني أنا وأنتو باعتبار أننا إحنا متدينين. الشيطان اللي تصارع مع الأنبياء طبعا ما تمكن أن يجرهم إلى المعصية، كان يحاول أن يترك الأولى ولو بهذا المقدار. أنا أتمكن أقول أنا مطمئن من نفسي. فقال هذا العالم الكبير المتقي، هذه النفس الأمارة يجي منها كل شيء، واحد مو مطمئن، ولكن إذا اتفقت هذه الحالة فإني أعوذ بالله من المعصية. إذا اتفق ذلك أزكى لهم، الطهارة التزكية منوطة بمراعاة هذا التشريع، واحد يغلق الباب من البداية أن لا يدخل في هذا الميدان. ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. يعني الإنسان لازم يواضع. إحنا إذا أكو ناظر عادي وهو بشر مثلنا لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا راعي، نخاف منه. فالإنسان بطريقة أولى يجب أن يخاف من الله، يجب أن يعلم أن الله هو الناظر، حتى إذا كان في مكان ماكو واحد. حقيقة إذا كان واحد واحد كان يواظب، فالله أولى بأن الإنسان يراعيه ويواظب ويحذر. إن الله خبير بما يصنعون. هذه المسؤولية مسؤولية الرجل فقط؟ لا، المسؤولية أيضا ملقاة على عاتق المرأة، المسؤولية مشترك. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، مو فقط الرجل ما ينظر إلى المرأة، المرأة أيضا لا تنظر إلى الرجل. المرأة أيضا عندما ترى رجلا، الله يأمر في هذه الآية أن تغض من نظرها ومن بصرها، يعني أن لا تحدق فيه
وأن لا تطالع فيه وأن لا تركز النظر عليه. امرأة قد تقول أنا أنظر نظرة بريئة، الجواب على ذلك أولاً النظرة البريئة تؤدي إلى نظرة غير بريئة، هذا أولاً. وثانياً وهذه نقطة ينبغي الالتفات إليها، نظرة المرأة إلى الرجل حتى إذا ما أفسدت المرأة ولكنها تفسد الرجل، الرجل نظرة المرأة إليه هذه النظرة تفسد الرجل، هذه النظرة تجرأ الرجل. الرجل إذا شاف أمامه سد من المرأة يقف، يحترم، يحذر. أما إذا لا، المرأة تكلمت ونظرت وضحكت وخضعت بالقول، هو هذا يسبب جرأة للرجل وإقدام من الرجل واقتحام من الرجل. فإذا هذه مسؤولية المرأة، المسؤولية التي عليها أن تكون مواظبة، أن تكون ثقيلة مع الرجال الأجانب، أن لا تكون خفيفة، أن لا تكون مبتذلة، حتى إذا فرضنا ابتذال محلل، لأن هذا الابتذال المحلل يرفع هذا الحاجب ويرفع هذا الحاجز. الله تعالى في آية أخرى يقول ولا تخضعن بالقول، يعني عندما تتكلم المرأة تتكلم لا بترقيق وتزيين وتحسين، لا تتكلم كلام عادي. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وما أكثر الرجال الذين في قلوبهم مرض، وما أكثر الناس اللي ماكو في قلوبهم مرض، ولكن هي هذه المواقف تسبب المرض في قلوبهم. إذن المسؤولية مشتركة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نكتفي بتوضيح هذه القطعة وندع بقية الحديث إلى وقت آخر بإذن الله. الزينة، الزينة شنو معناها؟ كل ما يسمى زينة. المرأة ما يلحق أن تبدي زينتها. الله تعالى في هذه الآية المقدمات اللي تؤدي إلى المحذور خاتم. شنو أهمية هذا الخاتم؟ هو هذا الخاتم يمكن يكون محرك، هو هذا الخاتم يمكن أن يكون مهيج. فالمرأة اللي في يدها خاتم الزينة ما فيها إشكال، الإسلام يدعو إلى الزينة، الإسلام يحرض على الزينة. المرأة عندما تصلي يستحب لها أن تلبس زينتها، ولكن أمام الأجانب ولا يبدين زينتهن. كم من القضايا والفجائع
اللي حدثت على أثر عدم مراعاة هذا القانون. يعني هي هذه الزينة تكون مؤثرة. الخاتم زينة أو لا؟ نعم، إذا الخاتم كان زينة فيحرم على المرأة أن تبديه أمام الأجانب. الكحل زينة أو لا؟ المرأة ما في مانع أن تكتحل في البيت، ولكن أن تظهر أمام الأجانب وهي مكتحلة، الله يقول ولا يبدين زينتهن. السوار زينة أم لا؟ السوار زينة أو لا؟ الملابس الملونة التي تلفت النظر، مو فقط المرأة يجب عليها أن تستر بدنها، لا، الستر واجب، وأن لا يكون هذا الساتر زينة، هذا أيضا واجب، ولا يبدين زينته إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها يعني شنو؟ بعض العلماء هالشكل ذكروا، إلا إذا بدون اختيار، بدون تعمد، بدون إرادة ظهر شيء. يعني جاءت مثلا الريح، جاء الهواء وكشف عن شيء من ثوبها بلا اختيار، بلا إرادة، بلا تعمد، مو متعمد، ولكن أن تتعمد هذا فيه فساد للدين وللدنيا. الله اللي قال ذلك أزكى لهم، وفي آية أخرى ذلك أطهر، هذا فيه راحة الدنيا والآخرة. حقيقة إحنا المتدينين، إحنا الآن مثل السمكة اللي في الماء، لا تشعر بأهمية هذا الماء. إحنا المتدينين بمقدار تدين حقيقة نعيش أفضل حياة. كل ما قل من إيمان، كل ما قل من تقيدنا بهذه التشريعات الإلهية، تقل هذه الراحة. ليش ماكو انتحار في بلادنا؟ ليش احنا ما نفكر في الانتحار؟ لأن متدينين. ليش ما عندنا مشاكل في حياتنا العائلية؟ المتدينين، المقيدين، المواظبين، لأننا مقيدون بهذه التعليمات. أما العائلة كلما ابتعدت أكثر فأكثر، هذا ما يخالف وهذا ما يخالف، وما في إشكال، وما هو الضرر، وشنو هذه الأشياء؟ هذا قرآن، هاي تعليمات القرآن، هاي مو رواية، هاي مو كلام إنسان عادي، قرآن. ولا يبدين زينتهن. فكلما نتقيد بهذه التشريعات نربح دنيانا، نربح حياتنا، ماكو مشاكل عائلية، ماكو شك، ماكو ريب، ماكو اضطراب. وكلما واحد يبتعد يقع في المشاكل أكثر فأكثر. والآية تختتم بعد عدة تشريعات بقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هسه إذا واحد تورط، إذا واحد خالف، طريق التوبة مفتوح. إذا تاب توبة نصوحة الله يتوب عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.